السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. في تصريحات لمتوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري ولاعب نادي باريس الفرنسي هاريس بالقبلة، تكلم فيها عن عودتي للمنتخب الوطني الجزائري مستقبلا. وكان الناخب الوطني جمال بالماضي قد فتح الباب أمام عودة اللاعب إلى المنتخب الوطني الجزائري بعدما تم استبعاده في وقت سابق، ورد بالقبلة في تصريحات له: عودتي إلى المنتخب الوطني الجزائري ستكون ثأرا لكل الأشخاص الذين خيبت ظنهم بي في كأس أمم إفريقيا الأخيرة. وأضاف بالقبلة: كلمات بالماضي أثرت في ومتشوق للعب مع المنتخب الجزائري حتى أؤكد له بأنني أستحق الدعم الذي منحني إياه. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.